هذه السائلة تقول بأنها امرأة متزوجة ولديهم خادمة في البيت، والزوج يطلب من الخادمة أن تكتحل وتلبس ألبسة الزينة، وأحيانا ينفرد بها أثناء غياب الزوجة. ما حكم هذا الزوج؟ وهل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كان هذا فعله؟ عليها أن تحول بينه وبين هذه الخادمة وتسعى في تسفيرها وإبعادها عنه مهما أمكن ذلك. فإن لم يمكن ذلك واستمر على إجرامه والعياذ بالله وفساده، فلها بل يجب عليها أن تطلب الطلاق ولا تبقى مع زوج فاسد. نعم. هل يجوز لي قصر الصلاة؟ هذا من أخطار استقدام الخادمات، ولكن هل ينتهي الناس؟ هذا من الأخطار، يعني رجل يتمكن من امرأة ضعيفة مستذلة وغريبة وينفذ فيها إرادته، هذا من خطر استقدام الخادمات، وأيضا هذا من خطر اختلاط الرجال بالنساء، ومن خطر عدم الحجاب. كل هذه أخطار على الرجال من النساء.